السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you today and what about your exam؟ أخباركم إيه؟ استعديتوا للامتحان ولا لسه؟ ربنا معاكم يا رب، إن شاء الله كلكم تجيبوا لي أعلى الدرجات. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم ديفيد كابرفيلد، أوكي؟ طبعا خلصنا بارت 1 و 2 و 3، والنهاردة بإذن الله هناخد مع بعض بارت 4، وزي ما اتفقنا هنخلص بارت 4 وبارت 5 كل واحد فيهم في فيديو، وهناخد فيديو مجمع لكل أسئلة الستوري من أولها لآخرها. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله تابعوني وتابعوا الفيديو بتاع الأسئلة very important و final revision حرفيا لديفيد كابرفيلد، أوكي؟ تمام؟ وما تنسوش يا شباب تدخلوا على جروب القناة علشان بجمع إن شاء الله العدد اللي هياخد معايا اللايف بإذن الله ليلة الامتحان. في ناس امتحان إن شاء الله هيكون الحد، فبإذن الله هنعمل الفاينل ريفيجن يوم السبت، فادخلوا على الجروب، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ادخلوا على الجروب وسجلوا عشان تنضموا لجروب الصف عشان نحدد ميعاد اللايف باذن الله. ان شاء الله يا رب تستفيدوا، وباذن الله تكون مراجعه لطيفه وتستفيدوا منها وتقدروا ان شاء الله تلاقوها في الامتحان تاني يوم. يلا بينا بقى نبدا، يلا نبدا ديفيد كوبرفيلد بارت 4. ران افتر، كراود، كاوتش، تورن، ديرتي، gate, stair, medicine, servant, rush out, chase, nice, lower, pull, rub, together, white, hurt, nipple, door, housekeeper, manner, pleasing, introduce, upstairs, arrangement, advice, proud of, ally, friendly, cheerful, devoted to. اخر جزء وصلنا له المره اللي فاتت في بارت 3، لما ديفيد ما صدق انه جات له فرصه انه يهرب، تمام، وعلشان يروح لمسز كابرفيلد لعمته اللي احنا عارفينها اللي هي زمان لو تفتكروا في بارت 1 قالت لها ايه، قالت لها لو بنت هسميها على اسمي، ولما شافتها انها ولد مشت بسرعة وما رجعتش تاني لعندهم ابدا. يلا بينا نشوف ونكمل، يلا بينا. I ran after him as fast as I could. طبعا هو هنا بيحكي على الولد اللي عرض عليه انه يشله شنطته وياخد سينتز مقابل ده، وراح شال الشنطة من هنا وخدها وسرقها وجد، وطبعا فيها كل فلوسه، ومن وقتها قرر ديفيد ان هو هياخدها ماشي لحد هناك لحد ما يوصل لأي اللي طبعا أنت بيتي. I ran after him as fast as I could. جريت بسرعة على قد ما أقدر. But he was quicker than me. كان quicker than me. كان أسرع مني. And I soon lost him. وبسهولة طبعا تهمني. In the crowd. في الزحمة. I sat down and began to cry. قعدت طبعا أعيط لأن الطفل عنده 10 سنين. I had no money for the coach fare now. ما كمان بقاش معايا حتى فلوس العربية اللي توصلني. So I had to walk to Dover. لازم اخدها ماشي الى Dover. And sell my coat. وبعت الجاكيت بتاعي. To buy food on the way. عشان اشتري اكل وانا في الطريق. And 6 days later. وبعد 6 ايام. When I finally arrived. لما وصلت اخيرا at my aunt's house. لبيت عمتي. My clothes were torn. هدومي بقت مقطعة. And dirty. ومتوسخة. And my shoes were full of holes. والجزمة بتاعتي بقت مليانة حفر. My aunt was in the garden. عمتي كانت في الحديقة. And when she saw me. أول لما شفتني. At the gate. عند البوابة. She shouted. زعقت. Go away. Sorry. Go away. No boys here. مفيش ولاد هنا. Please aunt. لو سمحت. I said, I'm your nipple, David Copperfield. أنا David Copperfield. Oh, she said. And sat down on the garden bench with her bra. قالت له كده وراحت قعدت في الطرقة عند مدخل الجنينة، تمام، واندهشت يعني ايه ده منظره عامل كده ليه. She stared at me. برقت له. Until I began to cry. لحد ما بدأت أعيط. Then took me into her house. دخلتني بيتها.
and gave me all kinds of medicine. ادتني كل انواع العلاج. Before telling Janet, من قبل ما تقول لجانيت اللي هي السيرفنت, to fill a bath with water for me, اني انها تملى البانيو علشان. But before Janet could go to fill my bath, بس قبل جانيت ما تبدا تملى لي الحمام او تملى لي البانيو, my aunt pointed at the little square of grass outside her gate and began to shout, Janet, donkeys! يعني ايه؟ قبل ما تكمل كلامها حصل ايه؟ جاء في الشاورة بسرعة على حتة مربعة كده او ميدان. طبعا سكوير معناها مربع ومعناها ميدان ومعناها قطعة مربعة. of grass من الحشائش outside برا her gate بوابتها. وبدأت تزعق, جانيت دونكيز, الحقيقة جانيت الحمير. I looked, بصيت, and saw two donkeys, شفت حمارين on the grass, على الحشاش. And Janet rushed out to chase them, بتجي وراهم عشان تمسكهم away. It was a few days later, بعد أيام قليلة, when my aunt and Janet went to chase another donkey. يعني ما عداش كم يوم إلا وراحت هي وجانيت تمسكوا يمسكوا في حمارين. But ولكن this one had Mrs. Murdstone on its back. المرة دي بقى كان حمار مسز مين؟ مسز ماردستون. My aunt had sent a, يعني عمتي بعثت لها, a letter, خطاب, to Mr. Murdstone, إلى مستر ماردستون. The day after I arrived, اليوم بعد ما نوصل. And they had come to discuss what was to happen to me. بم يشوفوا ايه اللي حصل لي. But my aunt didn't know, بس عمتي ما كانتش تعرف, Mrs. Murdstone, انها Mrs. Murdstone, until I told her, الا بعد ما انا قلت لها, who she was, انا مين دي. I don't care, لا اهتم, my aunt told Mrs. Murdstone, don't ride on my grass, يعني ما تركبش الحمار بتاعك على الحشائش بتاعتي. So the meeting began badly. ومن وقتها بدأ الميتينج يبقى طبعا ميتينج سيء, يعني بداية مش مبشرة خالص. I'm here to take David back. أنا جيت هنا عشان أرجع ديفيد, said Mr. Murdstone. When we went inside, وإحنا داخلين جوه, قال لها كده, if he will not come with me now, my house will be closed to him forever. لو ما جاش معايا دلوقتي فبيتي هيكون مقفول في وشه طول العمر. And what do you say, David? انت ايه رأيك يا ديفيد, said my aunt. Are you ready to go? عايز تمشي, مستعد انك تمشي؟ No, I said. Please, aunt, don't make me. ما تسيبينيش لو سمحت. Please, aunt, don't make me, Mr. Murdstone, she said. You broke my nice heart. انت كسرت لي قلبه. She was a loving person before you married her. كانت امرأة محبوبة قبل ما تتجوز, قبل ما تتجوزها. Now, دلوقتي, please go, امشي. She turned to her sister. And if I ever see you ride donkey over my grass again, وانتي بقى بالذات, لو شفتك راكبة حمار تاني على الجراس بتاعتي, I will knock your hat off and jump on it. يعني هلاقي طاقتك دي وادوس عليها. طبعا لما كان بالنسبة لهم في الفترة ديت, احنا بنتكلم ان الطاقية ديت بالنسبة للواحد يعني زي حاجة غالية جدا, تمام؟ فبالتالي ان حد انها تقع اصلا ده في حد ذاته حاجة وحشة يعني. The Murdstone went without a word, مشوا من غير ما يتكلموا ولا كلمة. Their faces full of anger, وشهم مليان بالغضب. And my aunt put an arm around me, حطت دراعها على كتفي حواليا. This is your home now, said she said. And I think I shall call you Trotwood Copperfield. Yes, Trot. واعتقد اني لازم اندهلك من بعد كده يا Trotwood Copperfield. And so I began a new life with a new name. بدأت حياة جديدة مع اسم جديد. Next day, اليوم اللي بعده, my aunt took me, خدتني, to see her lawyer, اشوف المحامي بتاعها, Mr. Wickfield, who lived in
كانتربري، العايش في مدينة كانتربري. We went to his house، رحنا البيت بتاعه. And the door was opened، والباب بيتفتح. By a young man with a very short red hair and an ambivalent smile، فتح لنا الباب واحد شاب تمام بشعره أحمر قصير، أوكي، وابتسامة اللي هي ايه زون عليها ان بلزن، ابتسامة مش مشهورة اللي هي ابتسامة صفرة. Is Mr. Wakefield in؟ You are here. My aunt asked. يا you are here. Mr. Wakefield موجود. You are here. Bowed in Hannah and wrapped his hands وقبل ايديها together او خد يعني خد ايدينا في ايدين بعض. تمام. My aunt asked Yurahib about Yurahib عمل ايه بقى about in Hannah and dropped his hands together، يعني بدأ يحك ايده مع بعض. Mr. Wakefield is in جوه Mrs. he said please go in there تفضلي، and he pointed towards the room inside وشاور على الأوضة جوه. The room was Mr. Wakefield's office، كانت مكتب Mr. Wakefield. And the white hair، هنا بقى description بتاع Mr. Mean Wakefield. The white haired old gentleman was there to meet us، يعني كان في راجل مستنينا جوه، راجل عجوز بشعر ابيض gentleman. Mrs. Betsy Trotwood said Mr. Wakefield smiling، قال له وهو بيضحك. How nice to see you، يعني يا له من يعني دي حاجة جميلة ان انا قابلك. I haven't know a good school. Sorry. I haven't come for any load, said my aunt. يعني أنا مش جاية لأي حاجة قانونية. I want a good school for my nephew. أنا عايزة لابن أخويا دوت مدرسة كويسة. Trotwood. Do you know a good school, Mr. Wakefield? تعرف مدرسة حلوة؟ Do you want the best? عايزة الأفضل. Said Mr. Wakefield. Yes, the best. I will after. Said my aunt. There is an excellent school in Canterbury. في مدرسة ممتازة في Canterbury. Said Mr. Wakefield. And he can live here. ويقدر يعيش هنا in my house في بيتي. Excellent. Said my aunt. Then Mr. Wakefield took us to meet his daughter. خدنا عشان نقابل بنته. Her name was Agnes. اسمها Agnes. She was Mr. Wakefield's daughter and she was his housekeeper as well. يعني بنت اسمها كانت اسمها Agnes، اوكي تمام، وكمان هي كانت مديرة المنزل. She was about my own age، كانت تقريبا في نفس عمري. And her face was bright and happy، وشها يعني بيلمع وبتضحك على طول مبتسم. She had a calm, quiet manner. يعني إيه؟ كان أسلوبها هادي ومبتهج. Which was very pleasing. When Agnes entered the room، أول لما دخلت الأوضة. She ran to kiss her father، راحت جريت وباست بابا. Then he introduced us to her، يعني هو قدم لها لنا بقى. And we could see، شفنا. That he loved her very much، يعني قدرنا نشوف إيه؟ إنه بيحبها جدا. Next، ثم we went upstairs، طلعنا فوق to see my room، عشان اشوف اوضتي. شفت عمليين يعني هو قال خليه معايا والاوضه كانت جاهزه على طول. Which had a large window، فيها شباك كبير. Looking out onto the garden، بيبص على الجنينه. My aunt was happy، عمتي كانت مبسوطه. With the arrangements، بالترتيب طبعا، يعني ده كده يعني حياته اتغيرت تماما. And so was I، وأنا أيضا. And she decided to leave before it was dark، وقررت إنها تمشي قبل الدنيا ما تضل. Before she left، قبل ما تغادر المكان، she gave me some advice، ادتني كم نصيحة. Trot، she said، be a good boy، خليك ولد كويس.
never be mean or cruel، ولا تكون بخيل ولا تكون قاسي. And never tell a lie، وما تقولش كذب. Then I shall always be proud of you، عشان أفضل فخورة بيك. What a pleasure it was to go to a good school، يعني يا لها من سعادة إنك هتروح مدرسة جيدة. The teachers were kind، المدرسين هيكونوا كويسين طيبين. And willing to help، quite different from Mr. Crackle، وأكيد هيكونوا مختلفين عن مدرسة السيد كريكل أو عن السيد كريكل عموما يعني. The boys were friendly، الأطفال كانوا ودودين. And cheerful، ومبتسمين عم يضحكوا. And from good families، ومن أسر كويسة. They know، هم كمان عارفين. No song of my unhappy life، ما يعرفوش حاجة عن حياتي التعيسة. Up to that time، إلى هذا الوقت. And I didn't tell them، وأنا أصلا مش هقول لهم. Later، وبعدين. Agent سألتني أو طلبت مني. How I liked the school، قد إيه أنا بحب المدرسة. Very much، I said، كثير. Where do you study، أين تدرس. At home، she said. I couldn't leave papa، هو بيسألها بيقول لها أنت بتدرس فين؟ قالت له في البيت، أنا ما أقدرش أسيب بابا. I am devoted to him، يعني أنا مخليه حياتي كلها علشانه. So، وعشان كده. My days at the Wickfield's home were happy ones، حياتي في هذا البيت حياة سعيدة جدا. Except، ما عدا. For the unpleasant Urahib، البغيض يوراهيم، الشخص ده يعني كده ان هو كان ايه، كان شخص يعني مش كويس، يعني شخص متعب او anyway يعني مزعج. المهم اكيد ان هي هتواجه معاه مشاكل، واكيد ان احنا هنقابله ان شاء الله، ولكن ده هيكون في السيشن الجاي. انتظروني باذن الله مع بارت 5، الجزء الخامس في الستوري، تمام، والاخير طبعا في الترم الاول على الاقل. بعد كده زي ما انتم شايفين كده ان هو كده خلاص بارت 4 ده خلص، وديت ده هو البارت 4 برضه، ولكن على هيئه ايه، على هيئه ديلو محادثات مسز بيتسي ديفيد مسز بيتسي ماردستون كده يعني. بعد كده اسئله الكومنت، واللي اتفقنا ان شاء الله ان احنا هناخدها كلها، ولكن في الفاينل ريفيجن بيفور ذا اكزام. وهسيب لكم كمان الاكسرسايز ده تحلوه وتبعتوه لي باذن الله. فارجو منكم انكم تتواصلوا معايا على الواتساب على البيج بتاعه القناه، عشان نكون متواصلين مع بعض، وعشان نقدر نستفيد كلنا باذن الله، تمام. طبعا بي دي اف الستوري ديت وغيرها كمان هتلاقوه هناك. هتلاقوا كمان الفاينل ريفيجن بتاعه ام هاي 1 ام هاي 0 ام هاي 2 ام هاي 3 ام هاي 4، كل ان شاء الله اللي هتحتاجوه باذن الله، من شتات للجرامر، من شتات لليونت، من شتات للستوري، باذن الله هتلاقوه هناك على الجروب. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيشن، اتمنى كمان ان شاء الله تكون اسئلته سهله، اتمنى باذن الله انكم تجيبوا لي الفول مارك في الاكزام. Thank you very much and goodbye.